مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة والصحة اليوم. عزيزي المشاهد، يقول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. في بدء الآية يتحدث الله جل وعلا عن القوامة، فما هي القوامة؟ وهل للرجل بحق القوامة أن يستعبد المرأة؟ وهل له أن يأخذ من مالها إذا كانت تعمل؟ وماذا عن الضرب المذكور في الآية؟ هل للزوج، هل الإسلام بهذه الآية يبيح للزوج أن يضرب زوجته؟ وما هو الضرب المذكور في الآية؟ هل هو تكسير العظام وإسالة الدماء؟ وعلى أي ماذا أو على أي شيء تضرب المرأة؟ كل هذه القضايا الاجتماعية سوف نتناولها بالطرح والتحليل والشرح، لتكون حلقة إن شاء الله مميزة وخاصة، ليس فقط في طرحها بل بضيفها الكريم الذي يكون معنا لأول مرة على قناة الصحة والجمال، الأستاذ دكتور محمود الدناوي، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بك دكتور. ربنا يبارك فيك، بارك الله، شرفنا وبارك الله فيكم على وقت حضرتك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الأستاذ دكتور محمود الدناوي معروف طبعا بجهوده الدعوية في البلاد العربية والإسلامية والغربية، وعلمه الغزير وخبرته في الحياة الاجتماعية. دكتور، إن شاء الله نود إن احنا نلقي يعني للمشاهدين بعض المفاهيم اللي هي المجتمع فاهمها بشكل خاطئ، زي مثلا مفهوم القوامة. كثير من المسلمين يرى أن القوامة عبارة عن استعباد للمرأة، أن أنا القوامة لابد أن أنا أخذ حقي بالعافية، وأن أنا المالك بقى بشكل عفوي شوية. فما هي القوامة دكتور؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني للأسف هذه من ضمن المفاهيم التي أسيء فهمها أو وصلت إلى الناس بطريق خاطئ. القوامة في اللغة العربية، القيم هو من يتولى شؤون الشيء، أو هو الحافظ، أو هو من يرعى شيئا ما. فالقوامة هنا للرجل تعني أنه هو الذي يتولى شؤون امرأته، هو الذي يقوم على أمرها، هو الذي يتولى حمايتها، هو الذي يقوم برعايتها، هو الذي يتكفل بأمرها إذا احتاجت لأحد ما في يوم من الأيام، فزوجها بجوارها، إذا احتاجت من يعينها فزوجها بجوارها، إذا احتاجت إيش، بمعنى أن يكون الزوج هو السند وهو الحافظ وهو الحائط المنيع القوي الذي تحتمي به الزوجة وقت الشدة وقت الأزمات. لكن لا تعني كلمة القوامة كما يفهمها البعض أن يكون الرجل متسلطا قويا، أن يذهب إلى بيته في هيئة الأسد يعلو صوته، ثم يذهب إلى أصدقائه على المقهى وكذا ونسمع ضحكاته وكذا وكذا. هذه ليست قوة، إنما هذا سوء فهم لهذه الكلمة وسوء، وهذا هذه مكرمة للزوجة وليست سيفا مسلطا على رقبتها، أو هو لا يحق له أن يستعبدها، أو يعني البعض مثلا كما يقال يستخدم قوته أو كذا. هذا ليس من الإسلام في شيء، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والأسوة الحسنة في الحديث الصحيح: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولننظر للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني ماذا تقول؟ تتحدث عن من؟ تتحدث عن سيد الدنيا، عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. تقول: إذا كان في مهنة أهله. ماذا تعني كلمة مهنة أهلي بالعامية؟ يعني كان يساعد زوجاته في شؤون الطبخ، في شؤون المطبخ، في شؤون. وده مش عيب يا دكتور. لا، هذا ليس عيبا إطلاقا، هذا يعني بل هذا شرف، إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رفع الله ذكره وأعلى قدره، ولا يذكر اسم الله إلا واسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيه، يساعد زوجاته، قد يقف مع زوجته مثلا في المطبخ كذا. يعني من نحن حتى لا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أتمنى أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست كما يقال السيد أو الرجل الشرقي. لا، مثلنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب دكتور، ربنا هنا ذكر يعني نقطتين، لماذا خص الله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أولهم؟ حتى يعني الرجل لابد أن يمتلك يعني المال عشان يبقى قيم. افرض كان هو عاجز مثلا، يعني جاله مرض وعاجز، هل
كده القوامة اتشالت من عليه؟ لا لا لا، القوامة ليست معناها الإنفاق بالمال فقط، لا، لكن القوامة في كما ذكرت أن يتولى أمرها، أن يكون كذا، أن يكون هو السند وهو الذي تحتمي به وهو كذا، وإذا يعني حصل له عارض أو أصيب بمرض فهذا لا يفقده قوامته أو لا تذهب قوامة الرجل هنا، لأن هي المال هذا جزء يفضل به الرجال، لكن نفرض أن هناك إنسان مثلا ظروفه المادية لا تسمح أو فقيرا أو كذا وكذا، في هذه في تظل حتى لو ساعدت المرأة، لأن هذا تكرم من المرأة إن ساعدت زوجها في مثلا في الشؤون المالية. ده يا دكتور عايزين بقى إن نخصص له بقى يعني نعم. كلام معين ومخصوص لهذا الموضوع، يعني لو كانت الزوجة هي التي تنفق والزوج عاجز تماما، يعني ما بياخدوش مساعدات من حد يعني بره، لا الزوجة هي اللي بتخرج وتنفق وهي المصدر الوحيد للرزق لهذا البيت، هل يعني نقول نصف القوامة راح من الرجل راح للمرأة؟ لا، لأن هذا يخالف الشرع وهذا يخالف ما اجتمع عليه العلماء وما اجتمع عليه أهل الفقه، فالقوامة تظل في يد الرجل إن طبق شروطها كما هي، لكن لنفرض أن هناك رجل لا يرعى بيته ولا يرعى شؤون بيته ولا كذا، وهو مهمل لزوجته ومهمل لأهله ومهمل لكل شيء، هذا لا يكون قيما، وهو تسقط عنه القوامة هنا إذا لم يرعها، إذا لم يتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الأزواج يعني هم عاقون لزوجاتهم، عاقون لأبنائهم ولبناتهم، فهذا هذا هذا نموذج سيء. طيب احنا برضه يا دكتور بنسمع كثير ان الزوج بيستخدم سلطته كزوج، نعم. وان هو الست بتعمل وبياخد الفلوس عنوه منها، يعني يقول لها نعم. انت موجوده معايا انا اللي ماسك البيت، فانت الفلوس اللي انت بتشتغل بيها لازم يعني انا هديكي منها، بس لازم تكون معايا الفلوس قصرا نعم. وقهرا، واحيانا الزوجه ما بتكونش حابه كده، هل ده من الاسلام؟ ليس من الاسلام في شيء، وليس له الحق اطلاقا ان ياخذ شيئا من مالها، الاسلام جعل المراه ذمه ماليه خاصه بها، ان عملت مهما كسبت من مال مهما على راتبها لا يحق للزوج بأي حال من الأحوال أن يأخذ جنيها واحدا، لأن هذا المال مالها، هو المفروض كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الطلاق لينفق ذو ساعة من سعته، الرجل هو الذي هو ده الذي ده عليه الإنفاق، الزوج كان مأمور نعم. لينفق نعم. وفئة أخرى فأنفقوا عليهن وهكذا، فلا يحق له أن يأخذ مالها، بل هو عليه أن يعمل وعليه أن لا يكل من البحث عن العمل، هي إن أعطته من مالها فهذا تكرم وتفضل منها، ولكنها ليست مرغمة بحال من الأحوال أن تتولى هي موضوع الإنفاق، لأن هذه وظيفة الرجل، وإلا ما كان الرجل قيما عليها وما كانت تعطيه له هذه القوامة. نعم. طيب الدكتور عايزين برضو قبل ما نترك موضوع القوامة والاستفاضة فيه، عايزين نعرف بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني إيه التفضيل؟ ما المقصود بالتفضيل هنا؟ هل مقصود تفضيل الرجل على المرأة مطلقا هنا بما فضل الله؟ لا، التفضيل هنا ليس تفضيلا، لأن يعني هناك أكثر من آية في القرآن الكريم أن الله عز وجل سوى بين الذكر والأنثى في موضوع الثواب وموضوع الجنة وهكذا، كما قال ربنا سبحانه في سورة غافر من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، نعم. وفي سورة النحل فلنحيينه حياة طيبة، وفي آل عمران أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أما موضوع التفضيل هنا هو ما خص الله عز وجل به الرجل من صفات يعني بدنية وجسمانية لا ليست للمرأة، وده اللي بيخليه يمكن ياخذ حق القوامة، نعم، على المرأة، نعم. يعني فمثلا الرجل يتحمل المشاق ويتحمل الأعمال الشاقة وكذا، فلا نجد مثلا أن أعمال مثل أعمال شاقة لا تستطيع المرأة أن تتولها، نعم. كالعاملين في ضائفة المعمار مثلا أو كذا، أو يعملون في أمام الأفران أو أمام يعني أعمال لا يصح للمرأة. هنا الإسلام هذا ليس تقليلا من شأن المرأة، لا، بل الإسلام أعلى قدرها كما قال في الحديث الصحيح النساء وشقائق الرجال، هنا لا فرق بين الرجل والمرأة في موضوع الثواب من الله، لكن هنا الأفضلية معناها ما الصفات التي أعطيت للرجل كالقوة البدنية يذهب هنا مثلا يسافر في بلاد أخرى بحثا عن المال وعن جلب الرزق لأولاده ولزوجته. تمام. طيب دكتور احنا يعني برضو في حاجة طريفة جدا، يعني دائما بنسمع النساء يقولوا احنا عايزين نتساوى بالرجال، ان تبقى قاضية زي ما هو قاضي، تبقى مثلا محاسب زي ما هو محاسب، طب نقول لها طيب طب تشاركي في الجهاد مثلا، طب مثلا طب تشاركي مثلا في اعمال القمامه، يقول لك لا 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 دي يعني حاجه ثانيه خالص ما نتكلمش فيها. طب يعني مش دي برضه تساوي دي ولا ايه؟ صحيح. هم للاسف يعني البعض يريدنا لانفسنا يعني وظائف راقيه وكذا، لا، طيب اذا اردنا ان يكون هناك المعامله بالمثل فلتذهب المراه اذا الى الجهاد ولتذهب الى صلاه الفجر في 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 البرد القارس والكذا وكذا، ثم بعد ذلك كما تفضلت يعني تذهب الى جمع القمامه والى اخره، لا، موضوع ان تكون المراه قاضيه هذا موضوع قال فيه الفقهاء كثيرا، يعني من طبيعه المراه يعني هي
بها نوع من الرأفة أو أكثر من الرجل، وهذا سبحان الله هذه شيء وضعه الله في المرأة. فلنفرض أن المرأة الآن وقف أمامها مجرم مثلا، نعم، وبكى قليلا أو قد تتأثر به وتعطيه البراءة، وهنا ضاع العدل وضاع القضاء. وحتى دكتور في الشهادة، مش أنها تكون قاضية، حتى في الشهادة الاثنين امرأتين تساوي رجل في الشهادة. ولنفرض أن القاضي مثلا امرأة مثلا وحدث لها هذا العذر الشرعي الذي تتعطل بسببه أربعة أيام أو خمس أو أسبوع، إذن سيتوقف القضاء تماما وتتوقف مصالح العباد ومصالح الأمة وهكذا. وسيكولوجيا دكتور الفترة اللي حضرتك ذكرتها، فترة الحيض أو كده، نعم، يعني بتخلي الحالة المزاجية، نعم، غير مستقرة عند المرأة، فكيف تحكم وهي، نعم، يعني غير الحالة المزاجية مش مضبوطة يعني. صحيح، فقد تصدر في هذه الفترة حكما قد يكون الحكم خاطئا، الحكم ليس مبنيا على بينة أو على أدلة أو على كذا وعلى كذا. فالإسلام يعني رأفة بها ورحمة بها يعني عفاها من هذا الأمر وهناك الزوج يعني. تمام. طيب دكتور، عايزين برضو نعرج على موضوع الغرب. يعني كثير من النساء المسلمات بيرى أني يرى المثال أو القدوة في الفتاة الغربية أو المرأة الغربية، يقول لك قوامة ده موضوع قوامة ده موضوع متخلف قديم، دلوقتي احنا عايزين نتساوي بالمرأة الغربية، لها كلمتها ولها قوتها ولها كل حاجة. حضرتك يعني اكتر مننا طبعا بكتير، واستاذنا في موضوع الدعوه الى الله في الغرب، وحضرتك عشت بره كتير، عايز نعرف هل الموضوع ده صحيح، المراه فعلا واخده حقها وهي زي ما بيقولوا يعني. طيب، نفسنا نبقى زيها. انا ساذكر مثال واحد، البلد التي كنت فيها بريطانيا. نعم. في بريطانيا هناك ملكه بريطانيا، الملكه اليزابيث. لكن من الذي يحكم، من الذي يتولى شؤون بريطانيا؟ هو رئيس وزراء بريطانيا، وهو حاليا ديفيد كاميرون. اذا وظيفه المراه هناك وظيفه شرفيه فقط. من الذي يتولى ويدير امر البلاد ويدير امر المملكه المتحده او بريطانيا؟ هو رئيس الوزراء. كذلك الحال في اكثر من دوله، اعتقد في كندا، واعتقد في النرويج، واعتقد في بعض دول ثانيه في اسبانيا. من الذي يقوم بشؤون هناك؟ هو الرجل رئيس الوزراء. البلد الوحيده التي فيها المراه فعلا تعمل كالرجل هي المانيا المستشاره انجلا ميركل. طبعا. هي تتولى، لكن في باقي، في معظم إن لم يكن كل الدول الأوروبية، وظيفة المرأة في الدولة هناك وظيفة شرفية. إن كانت الملكة فهناك رئيس الوزراء، فهناك كذا كذا. هذه نقطة. أما النقطة الأخرى فأنا أتحدث عن نفسي، وكانت معي زوجتي يعني بارك الله فيها. كنا في إحدى المتاجر هناك، ورأتها إحدى النساء الإنجليزيات، سألتها من الذي ينفق عليك، من كذا من كذا، قالت زوجي. فقالت الإنجليزية أنت إذن ملكة في بيتك، أنا أتمنى لو كنت أنا مكانك. يعني الإنجليزية تمنت أن تكون، نعم، بدل زوجة حضرتك مسلمة وعايشة هنا. نعم. فهناك المرأة الغربية هي تقول هكذا، تقول المرأة العربية المرأة المسلمة ملكة متواجة في بيتها. يعني هناك المرأة تصحو من الصباح الباكر، رأيتها بعيني تمسح الزجاج، وربما تعمل في تنظيف الشوارع وفي جمع القمامة وفي كذا وفي كذا، بل هي والله ويحاسبني ربي هي مهانة أكثر من المرأة المسلمة. بل المرأة المسلمة الله، يعني الله عز وجل جعل لها زوجها ينفق عليها ويخاف عليها ويغار عليها هناك. أنا لا أقول طبعا كل دول أوروبا، لكن في بعض دول أوروبية وهذا الشيء، هو المرأة هناك ما هي إلا، ولتسمحني أخواتي، هي وسيلة للتسلية أو وسيلة للمتعة فقط. أما الإسلام فقد سواها بالرجل، وجعل دخول الجنة للرجل والأنثى واحدا، والله عز وجل يعطي الثواب للرجل للذكر والأنثى بلا أي تفرقة بينهما. سبحان الله. يعني دكتور، النساء الغربيات يعني لسنا مثالا يحتذى به في هذا المجال، يعني ان احنا اكون زيها واكون بقلدها. طب هل في قانون يجبر الست انها او المراه انها تشارك زوجها في مصاريف البيت؟ هناك انا يعني لا اتذكر حتى لا افتي بغير علم، لكن اعتقد ان المراه هناك هي اولا يعني قد تنفق على ابنائها اذا طلقت وكان معها ابناء، هي بجانب الدوله طبعا تنفق، لكن هنا الاسلام جعل موضوع الانفاق كله على الرجل. هذا أمر. ثم هناك موضوع الميراث يختلف، إذا توفى الزوج هي تأخذ نصف التركة على عكس الإسلام تماما. هنا في موضوع الميراث مثلا المرأة هنا أي نعم هي تأخذ نصف الرجل، لكن قد تكون عمة خالة بنت أم، هي قد ترث يعني أضعاف مضاعفة ما يرثه الرجل من الرجل لكثرة يعني مصادر الميراث. نعم، هذا أمر. هنا الإسلام جعل يعني الذمة المالية أو أموال المرأة خاصة بها تماما، هي ليست بأي حال من الأحوال ملزمة بالإنفاق على أي أحد، حتى أطفالها. الأطفال الإنفاق عليه مسؤولية الأب. لا، الغرب ليس كذلك. هناك إذا طلقت المرأة
هي الدولة نعم تساعد بعض الشيء، لكن الأم هي ملزمة بالإنفاق على أبنائها. نعم. مع كامل احترامي يعني للأخوات المسلمات في الغرب، لكن أنا أتحدث عن نماذج أخرى، يعني هناك طبعا نعم. الفضليات بارك الله فيهن يعني. نعم. طيب دكتور، عايزين نتحول إلى الجزء الآخر من الآية اللي الناس بتاخده ذريعة ويقول لك الإسلام، المسلمين بياخدوه ذريعة يقول لك الإسلام ادانا الحق إن احنا نضرب المرأة، والغير مسلمين بياخدوه ذريعه يقول لك شوف الاسلام، العنف في الاسلام بيامر الرجل يضرب المراه. نعم. ربنا بيقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. نعم. صريح الضرب اهو. نعم. طيب اولا ما المقصود بنشوز المراه عن زوجها؟ النشوز هو كما يقال في اللغه العربيه نشز الشيء اي ارتفع او علا، فالنشوز معناها الاستعلاء او العلو او الارتفاع. فمعنى النشوز للمرأة هي ان ترى انها افضل من الرجل، او هي اعلى منه مقاما، او هي اعلى منه مركزا، او هي من سليلة كذا، او من اسرة كذا، او حسبها ونسبها. فان حدث منها هذا هذا امر، ثم بعد ذلك يعني هجرها للفراش، هي ترفض يعني ان تلتقي مع زوجها، ترفض ان يكون لها معه علاقة او كذا وكذا، ثم بعد ذلك ترفض النصح. يعني قال لها صلي، قالت لن أصلي، صومي لن أصوم، ده يعتبر نشوز، هذا نسيان نشوز، هذا نشوز. تمام. فسبحان الله، الله عز وجل يعني أعطانا حلول كثيرة. أولا قال أبدأ بأول شيء الوعظ. الوعظ وأذكرها بالله عز وجل، وأن طاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء من سر إذا نظرت إليها، إن 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 غاب عنها زوجها حفظته، وإن نظر إليها سرته، وإن أمرها طاعته. نعم. وقال في حديث آخر صحيح إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت يومها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أبواب الجنة، من أي أبواب الجنة حيث شئت. يعني ربنا يأمر الزوج بحفظ المرأة بيكون بالأمر، لابد أنها تفعل كذا وكذا وكذا. وطبعا ليه ثواب، ولكن طاعة الزوجة لزوجها دي بتدخل الجنة على طول. يعني كمان مش بس حسنة، بس دي جزاها على طول. تمام. موضوع سهل وبسيط يعني. نعم. فهنا موضوع النشوز. فأنا أبدأ في موضوع البعض، أولا أذكرها بالله عز وجل وبأمهات المؤمنين، وبشكل طبعا يعني بشكل فيه نوع من كما قال ربنا وعاشرهن بالمعروف. لا يعلو صوتي أو أقولها ألا تفهمين ألا كذا، لا، بصبر كده صوت طيب رقيق بكلمات جميلة، وذكرها بالله عز وجل وأن المرأة التي أزوجها هي من أهل الجنة وهي كذا وإلى آخره. ثم بعد ذلك إن فشل موضوع الوعظ، بعد ذلك يأتي موضوع الهجر. يعني قد ينام هو في حجرة مثلا، أو في حجرة أخرى، أو يعني على فراش واحد، لكن ليست بينهما علاقة حميمية. طيب. إن طيب. فشل هذا الأمر نخش بقى الموضوع، لو فشل كل الوسائل هنخش موضوع الضرب. تمام. إيه موضوع الضرب يا دكتور؟ هل لازم يعني عشان أدبها كويس جدا لازم أكسر عضلين عشان يعني. لا هذا ليس إزاي يكون يا دكتور؟ الضرب يعني كما قال علماء النفس، هو إيه المقصود بالضرب؟ هو موضوع سيكولوجي أو موضوع نفسي، هو رفع اليد فقط في وجه الزوجة، هذا نوع من العقاب. تمام. فحتى إن وصل إلى هذا الأمر فيكون الضرب ضربا كما قال الفقهاء، ضرب غير مبرح أو غير مؤلم أو غير مؤذي. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه، فإذا كان لابد من الضرب. يعني حتى سبحان الله قال البعض الضرب قد ولو بعود من أراك، لو قطعت سواك اضربها كده بهذا الشكل، هو نوع هو رفع اليد، يعني كما قالوا علماء النفس نفسه هو نوع من العقاب. لأن المفروض أصلا العلاقة بين الزوج والزوجة أن تكون علاقة يشوبها الود والحب والرأفة والرحمة إلى آخره إلى آخره، ولا يكون هناك علو صوت ولا ألفاظ بذيئة ولا ضرب، ولا لأن هذا وليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا أنس يقول خدمت النبي 10 سنوات ما قال لي أف قط، وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه والحديث صحيح ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على أحد قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. إيد النبي عليه الصلاة والسلام ما ترفعتش إلا في الجهاد، فما رفعها على أحد من زوجه من أزواجه، كلمة أزواجه الأصح. تمام. وما رفع على أحد من أصحابه حتى، يعني شوف خلق النبي عليه الصلاة والسلام، حينما تقريبا السيدة زينب أو إحدى أمهات المؤمنين أتت النبي بيع عسل، وكان يحب العسل. وإذا بأمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها يعني تدفع القدرة برجلها فينكسر، ماذا يفعل؟ قال غارت أمكم. يعني أصاب السيدة عائشة نوع من الغيرة، لم يعنفها ولم يعلو صوته ولم يسب ولم يشتم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا موضوع الضرب يعني، وهذا طبعا يعني يأخذه الغرب كهجوم على الإسلام وشبهة أو هجوم على الإسلام، وللأسف للأسف الشديد فعلا بعض المسلمين يعني هم الذين أعطوا هؤلاء الحق أن يقولوا ذلك، لأنه بيستخدموها بشكل خاطئ. يعني في إحصائيات دكتور كتير جدا، يعني لو سامع المشاهدين رجعوا للإنترنت، عنف أسري رهيب، وكل ده مبرر
بان الايه الكريمه بتقول كده. طيب لو بصينا الاخ اللي بيرتكب هذا العنف، ذكرتني بحادثه طريفه. نعم. في احد الدول العربيه ينطقون الضاد. نعم. فهو يعني راح مسك زوجته وراح عضها، فالشيخ قال له بتعمل ايه؟ قال له ما هو ربنا بيقول فعضوهن. قال له هي فعضوهن، هي ضاء، هم ينطقون الضاء ضاد. هو بدا بالعض الاول مستعجل قوي على العنف. اي نعم. لا، فالعنف اولا مرفوض، لان الله عز وجل نهانا حتى عن الايذاء. ده ربنا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي رواية أخرى من سلم الناس، فإن لم يسلم الناس من لسانك ولا من يدك فأنت لست مسلما حقيقيا. فما بالنا بالزوج الذي أمرنا ربنا؟ يا أخي هذا أمر. وعاشرهن بالمعروف، بالمعروف. نعم. صحيح. ده ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الروم وجعل بينكم مودة ورحمة. وزي ما حضرتك قلت دي مسألة سيكولوجية، يعني بمعنى أن المرأة زي ما قلنا هي بتتأثر بالعاطفة، يعني مجرد نعم. فعلا رفع اليد ده يعتبر نعم. بالنسبة لها ضرب، مش لازم. ده هو لو استخدم موضوع الهجر مثلا، لو ظل في بيته اسبوع ولا اسبوعين لا يحدثها ولا يكلمها ولا يهاتفها تلفونين ولا كذا، هذا عقاب شديد. يظل اسبوعين ثلاث اربع شهر وهكذا، هي في النهايه ستعلم انها على خطا وسترجع. ان لم ينفشل هذا فيكون على رجل ولا يضربها على وجه ولا يسيل لها دما، لأن هذا هذا محرم في الإسلام، لأن هي في النهاية كائن بشري كرمه ربنا سبحانه وتعالى كما قال ولقد كرمنا بني آدم. نعم. والله فشل هذا الأمر، إذن خلاص يذهب إلى أهلها كما قال ربنا سبحانه في الآيات التي بعد ذلك، وإن خفتم شقاق بينهما نعم. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن تعذر موضوع الوعظ والهجر والضرب إذن يؤتى يعني بواحد من هذه الأسرة، واحد من هذه الأسرة. سبحان الله، لماذا يفعل الإسلام ذلك؟ حفاظا على هذه الأسرة حتى لا تنهدم نعم. وحتى لا ينخرب بيت، لأن في النهاية سيكون غالبا الضحايا هم الأطفال يعني. نعم. وقبل ما نترك موضوع يعني العنف الأسري، يعني الاحصائيات كلها بتقول ان يعني اغلب الناس اللي بيستخدموا هذا الاسلوب يعني بيكونوا ناس غير مطبقين للاسلام والشريعه. نعم. هو بس يعني ملتزم بالايه دي فقط، لكن نعم. ممكن يكون بيسيب فرائض كتير جدا، لا بيصلي نعم. ويصوم و و و وفي الاخر بيقول لك ربنا قال في ديت نعم. يعني هي دي، وفي الاخر يلصق مشاكله بالاسلام ويتهم الاسلام. نعم. هو المفروض الانسان الذي يلجا الى العنف هذا يجب ان يذهب الى طبيب، لأنه إنسان قد يكون به خلل نفسي أو به مرض، أو هو يعني هو لم يربى بشكل جيد. لأن الإنسان الذي يخاف الله عز وجل في هذه الأمانة التي وصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله الله في النساء وقال اتقوا الله في النساء، وحتى سبحان الله في حجة الوداع من ضمن يعني آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصينا بالنساء، فهو أوصانا ربنا سبحانه وتعالى، والقرآن فيه كثير من الآيات. فمن يترك كل هذه الوصايا، ومن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه مع زوجته مع أمهات المؤمنين يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاصة سبحان الله يا أخي يعني والله سبحان الله يعني نحن فقد إلى أمور كثيرة. أنا سأعطيك مثال بسيط جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ماذا يقول الحديث؟ ما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. طيب الآن أي زوج لو كان الطعام مثلا يعني ينقصه بعض الملح أو لم يسوي بشكل جيد، ربما يقلب الطاولة على أهله وعلى زوجته. توصل لطلاق يا دكتور دي؟ نعم. توصل لطلاق؟ والله قد تصل فعلا. ولكن إذا كان يا أخي نبيك صلى الله عليه وسلم الذي تتبعه، إذا كان الطعام جيد والله بارك الله فيك، من الأزواج يقول لزوجته بارك الله فيك جزاك الله خيرا؟ يعني هذه الكلمات لو قيلت للزوجة يعني هي ستعمل المستحيل لإرضاء زوجها عشان تسمع بس الكلمة. لكن البعض وهذا مفهوم خاطئ يظن أن المرأة هذه هو يعني عفوا اشتراها من بيت أهلها تكون له جارية تطبخ له طعامه وتكوي له ثيابه، هذه ليست وظيفتها، إن نعم. هذا فضل منها وتكرم. تمام. طيب هتكلم الدكتور على القوامة، تكلمنا على العنف الأسري. نعم. عايزين برضو نتكلم عن مشكلة اجتماعية ونصح بعض المفاهيم الخاطئة لدى السادة المشاهدين. الخطبة. نعم. أو الخطوبة باللغة الدارجة بتاعتنا. نعم. إيه معنى الخطبة في الإسلام عشان بس نوضح مفهوم الخطبة، لأن الموضوع ده مطاط أحيانا عند الناس. طيب هو بكلمات موجزة وقصيرة جدا جدا، الخطبة هي وعد بالزواج، مجرد وعد فقط. انتهى الموضوع. هو واحد ذهب إلى إنسانة ما ليخطبها من أهلها، انتهى الموضوع هنا. لو الحق أن يراها يعني البعض قال ليس أكثر من ثلاث مرات فقط. نعم. والرؤية هنا لابد أن يكون في حضور وجود محرم. أبوها أخوها أمها يعني في الوقت أن أنا بعد ما أخذ موافقة أن إحنا خلاص قبلنا بعض
ما ليه الحق ان انا اخدها وانزل الشارع ونعمل انكجي زي ما بيقولوا الكلام اللي احنا بنشوفه ده؟ ليس له الحق اطلاقا ان يخرج بها خارج بيتها او كذا، او كما يفعل البعض الان ويذهبون الى دور السينما والمطاعم ونحو ذلك. لا، لان الخطبه هذه هي خلاصتها هي وعد بالزواج، هي ليست ارتباطا رسميا. حتى موضوع الدبل وما الى ذلك هذا ليس من الشرع في شيء، تمام؟ فهو حينما تصبح زوجته امام الله وامام الناس هنا له الحق ان يفعل ما يشاء، لكن الخاطب هذا يذهب الى البيت فقط في حضور المحرم يتعرف عليها. يعني البعض يتعلل انا اريد ان اراها بشكل جيد، لا يا اخي سبحان الله، اباح لك الشرع ذلك. يعني ممكن يعني واحد من اهلك مثلا، اختك امك اي احد، يذهب الى بيت هذه الاسره ويتفقد الزوجه ان شاء الله المستقبليه ويرى شكلها وهيئتها وكيف تبدو الى اخره، لكن ليس لك الحق اطلاقا لان هذه اعراض الاسلام حافظ على اعراض المسلمات. هذا 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 ليس يعني البعض، حتى لو كان الانسان هذا يعني على اتقى قلب رجل، لو كان اتقى اهل الارض لا يجوز له، الاسلام حرم هذا، الاسلام حرم تحريما شاملا باتا الخلوة بالنساء، لا يجوز. يعني واحد يأتي ليخطب مثلا ابنتي أو كذا ويتغاضى الأب مثلا في عمله والأم مثلا ربما تفعل شيئا في تطبخ شيئا، لا يجوز أن يجلس معا سويا، هذا حرام. وفي شيء يا دكتور برضو أغلب الناس مش واخد بالهم منه، اللي هي قصة أن أنا ممكن أكون خطب واحد شهر واثنين وثلاثة ونخلو مع بعض نخرج مع بعض وفي الآخر ما يحصلش نصيب. طيب وبعدين هذا أنا كده عرفت عنها كل حاجة، اللي بعد اللي بعدها ده يأمن إزاي أن هي صحيح؟ يعني يا أخي ده أحيانا قد يحدث انفصال، وقد يعني كما يحدث في مصر الموضوع كتب كتاب وكتب الكتاب وخلاص، يعني هم لم يبقى على الزوج إلا أيام وينفصل عن بعضهم البعض بعد كتب الكتاب وليس الخطبة. إذا الإسلام هنا فعل ذلك للحفاظ على عرض هذه المسلمة. ماذا يحدث؟ سيقول مثلا أنا خرجت معها وذهبنا لدور السينما ورأيتها وكذا وكذا، هنا ستشوه سمعتها وربما يعني يكون من الصعب أن ترتبط بإنسان آخر بعد ذلك. فحفاظا عليك يا أختي الكريمة، حفظ لك الإسلام يعني أمرك وعرضك، وأنت مصونة، أنت يعني جوهرة مكنونة في بيت أهلك، لا تفرطي في حقك ولا تعطي الإنسان الحق أن يخرج معك، أو حتى يعني عفوا والمشاهدات يعذرونني، لا يحق له أن يلمس يده. هذا هذا لأن هذا حرام. هي غريبة. هي ليست، نعم هي أجنبية كما يقول الفقه، هي ليست زوجته الآن. صحيح. حتى المصافحة لا، يعني أنت تراها يعني انظر إلى وجهها إلى عينها إلى يديها وكذا وكذا، وبعدين هو يعلم، المفروض أنه يعلم عن أسرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وكذا، وفي نهاية الحديث فاظفر بذات الدين تربت يداك. تمام. طيب مع كل القيود يا دكتور، واحد يجي يقول لك طب الخطبه ملهاش لازمه ملهاش قيمه، طب ايه كل القيود دي؟ ما ينفعش اخرج معاها، ما ينفعش اخلو بيها، ما ينفعش ما ينفعش، طب اعرفها ازاي؟ ده انا كده اتخمي فيها مثلا، مش هنلحق ناخد المقصود من الخطبه. يا اخي ما تعرفها يعني اليس لها اهل؟ اليس لها اسره؟ خلاص والله انا اذهب مثلا بنت الشيخ ابراهيم، والله ابوها مثلا رجل صالح ورجل كذا وكذا، اذا فهي ان شاء الله من بيت صالح. انما يعني هذه حجه او يعني اختراع يخترعه البعض حتى يفعل ما يحلو له، وليتق الله الشباب في بنات المسلمين، لانهم غدا سيكونون اباء وسيكون لديهم بنات ايضا. يعني انا والله هذه نصيحه اوجهها لكل شاب، ان يتق الله عز وجل، لان ان كان يرضى هذا الامر في اخته هو لن يرضاه، كما ذهب هذا الشاب يعني رضي الله عنه من الصحابه و انظر إلى كيف عالج النبي هذه القضية. قال يا رسول الله إذن لي بالزنا، فغضب الصحابة قال له اجلس اجلس، قال له أترضاه لأمك؟ قال لا، قال ولا الناس يرضوه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ أترضاه لكذا. فالمهم خرج هذا الصحابي الشاب العظيم، قال يعني ذهبت إلى النبي ولم يكن هناك أحب إلى قلبي من الزنا، وخرجت من عند النبي ولم يكن هناك شيء أبغض إلى قلبي من الزنا. أقول له يا أخي هل ترضى هذا لأختك؟ هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه كذا؟ خلاص، إن كنت لا ترضاه لنفسك فالناس لا يرضونه لبناتهم ولا لأمهاتهم. صحيح صحيح. طيب أخيرا يا دكتور، حضرتك تحبذ فترة الخطبة تكون قد إيه بحيث أنها ما تكترش ونقع يعني في يعني هي من الأفضل ألا تطول صراحة؟ يعني هي هي كلما طالت الخطبة كلما يعني ابتعد الزوج او الشاب والشاب عن بعضهم البعض وتوترت العلاقه يعني مشاكل. نعم تحدث مشاكل كثيره، يعني في بعض الاحيان اسمع ان الخطبه قد تصل الى ثلاث واربع وخمس سنوات وربما اكثر من ذلك. هذا امر ليس يعني، حتى سبحان الله دخول الرجل في بيوت كثيره مرات عديده وقد يكون عرضه للقيل والقال، وسبحان الله. ولنعد مره اخرى الى نفس النقطه، الاسلام ما فعل ذلك الا حفاظا على الاسر المسلمه.
يعني لنفرض أن هناك بيت يدخله شاب كل وقت لمدة سنوات، قد يتحدث الناس سبحان الله، لأن هذه النفس البشرية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة مع السيدة صفية وكان يعني الجو به بعض الظلم، أو إنها صفية، فقال يا رسول الله أو فيك أنا شك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. فحفاظا على هذه الأسر وحفاظا على بيوت الناس فلا يعني حتى حفاظا على زوجتك، ما هي تبقى زوجتك المستقبل. نعم. تشوهها ازاي بهذا الكلام؟ نعم. يعني تمام. طيب يا دكتور، احنا باقي لنا تقريبا ما يقرب من 5 دقائق، عايزين نعرج على موضوع مهم جدا، موضوع اجتماعي برضو بيحصل فيه لبس مع السادة المشاهدين، فعايزين نصحح المفاهيم. موضوع الزيارات، يعني ربنا في سورة النور آية 27-28 يقول يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا هذا الشاهد، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. بداية قبل ما نخش للنقطة دي، عايزين نعرف ايه الوقت الامثل يا دكتور ان انا ممكن ازور جاري صديقي؟ هل في اوقات مثلى ولا اروح كده وخلاص؟ لا، هو في اوقات. اولا زي ما ربنا عز وجل قال في سورة النور من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر بعد صلاة العشاء، اولا لا يجوز ان ازور واحد مثلا في صلاة الفجر، او حتى هاتفيا لا يصح ان انا اتصل بصديق مهما كانت صداقتي به فجرا مثلا، لان هذا ازعاج لاهل البيت. ثم بعد ذلك وقت الظهيره، وهذا وقت القيلوله الذي قد يستريح فيه البعض. اعلم اننا مشغولون، لكن هناك البعض قد ياخذ القيلوله مثلا، وكذلك بعد صلاه العشاء، هذه الاوقات التي يعني لا يستحب فيها الزياره. لان المعروف بعد صلاه العشاء بعض الناس مثلا سبحان الله هم طبيعتهم هكذا، بعد صلاه العشاء ينامون فهو نائم، فكيف عشان صلاه الفجر. نعم. طيب حضرتك تفضل. طبعا يا ريت مع وجود التقنيات الحديثة حضرتك تفضل طبعا الاستئذان بالهاتف. لابد. سبحان الله يا أخي، يعني والله ما رأيناه في الغرب، هم يطبقون الإسلام أفضل منا. يعني هناك لنفرض لو أنت ذهبت لزيارة أحد وليس هناك معاد مسبق، قد يقول لك تفضل لا تأتي إلى بيتي، لا أهلا بك ولا سهلا ولا مرحبا بك. وإن يعني إن ذهبت إلى داره وربما يعني رآك يقول لك تفضل، لست مستعدا لاستقبالك. ما هو ده بقى دكتور الشاهد اللي عايزين نقول ربنا يقول وكلم فرجعوا فرجعوا لكم. يعني أنا أتحرك أنا أقول له ارجع. ألوم على أي أحد، ألوم على أي صديق، أو يعني واحدة تذهب إلى زيارة أختها في الله فجأة ترى يعني تذهب إلى بيتها وتدق الباب، يا أختي الآن الحمد لله هناك هواتف نقالة وهناك هواتف أرضية وهناك كذا، يعني ماذا يحدث لو أنا اتصلت بالهاتف يعني السلام عليكم أخي إبراهيم فلان الفلان، والله أود زيارتك، ما رأيك؟ هو قد لا يكون مستعد، قد لا يكون في بيته مثلا ما يقدمه كواجب الضيافة مثلا. سبحان الله، يعني أبحرجه كده. كل البيوت بها أطفال صغار، قد يكون البيت غير منظم مثلا. سبحان الله، واسمعوا هذا من الإسلام. يعني ربنا في أن قال لكم ارجعوا فارجعوا، يعني هذا نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ده حتى سبحان الله ربنا بيقول يعني الصحابة ولا مستأنسين لحديث، كمان أنا لو زرت واحد لا أطيل في الجلوس، لقد يكون الرجل متعب، قد يكون يعني منهك من عمله، قد يكون كذا، يعني أزور كده قليلا ساعة نصف ساعة وانتهى، ولا أطيل السهر. في بعض ممكن يزورك ويستنى حتى صلاة الفجر، يعني قد يكون الرجل متعب ويخرج أنه يقول لك تفضل والله أنا متعب أنا أود النوم. طيب وكمان لا يا دكتور، في حاجة ناس كتير جدا مش واخدة بالها منها، ربي بيقول وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، يعني بيذكر بواحد من السلف كان بيخبط على اصدقائه وكل صديق خبط عليه يقول له اتفضل ادخل، كان نفسه واحد يقول له ارجع عشان يرجع وتطبق عليه الايه هو ازكى لكم، عايز كلمه هو ازكى لكم تطبق عليه، فعايز حد يقول له ارجع عشان يرجع وينال هذا الفضل، هذه التزكيه يعني من ربنا عز وجل. طيب يا دكتور سريعا جدا، موضوع منتشر جدا، اجتماع منتشر، واعتقد برضو الناس بتخطئ فيه كتير جدا. ويا ترى يعني يا سبحان الله الواحد بيعجب ان اللي بيخطئوا فيه الناس مصلين. موضوع الاطفال اول ما يدخلوا معنا المساجد، احنا بنعمل الحقيقه افعال بنكرههم في المسجد. صحيح. بتلاقي عامل المسجد مثلا اول ما واحد يعمل صوت انت هتقعد كويس ولا تطلع بره؟ لو عمل تاني يمسكه ممكن يجي وراه بعصايه ويطلع بره، ممكن الطفل يكره المسجد ويكره المسلمين ويكره الصلاه. كيفيه التعامل مع الاطفال في المسجد؟ يعني انا اتذكر ان سيدنا عمر كيف كان يعمل الاطفال، هو كان ياخذ الاطفال من الصف الاول ويضعهم كده بكل ادب ورفق في الصف الاخر، لكن هي القضيه ان بعض الناس يعني نحن لا نطبق السنه بشكل صحيح. يعني الحديث عندي يعني مروا ابنائكم صلاتهم ابناء سبع، يعني انا بشوف بعض الناس في صلاه الجمعه مثلا قد يكون الولد او الصغير لا يتعدى سنه 3 سنوات أو 4، هو لا يعي لانه هو غير مميز، فهذا الطفل سن صغيره جدا، فهو اولا سيفسد
قد يخرج منه مثلا ما يجعل المسجد غير طاهر، ثم بعد ذلك قد يفسد صلاة المصلين. طب افضل عايز اعوده على المسجد؟ لا لا، هو يتعود في البيت، لانه سبحان الله هو كما قال الشاعر العربي: وانشأ ناشئ الفتيان منه على ما كان عوده ابوه. هو شايف ابوه في البيت او او او, أو والدته سيقلدهما تماما. هو الطفل هذا مقلد، ان راى ابوه يصلي سيصلي مثله. ماشي، جزاكم الله خير دكتور محمود. استاذ دكتور محمود ديناوي، استاذ رئاسه الاسلاميه جامعه الازهر، شرفنا بحضرتك جدا. نتمنى تكون معنا في حلقات قادمه ان شاء الله. بارك الله فيك. والشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات، لكم من اطيب لمونه. نسال الله ان يجعل بيوتنا عامره بذكره وبالسعاده الغامره. الى ان نلقاكم، لكم منا اطيب التحيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.